زي ما كنا بنقول وشفنا في هذا الفيديو، النهاردة الصبح الريس طبعا تفقد عدد من المشروعات التنموية في هضبة الجلالة، والتقى بعدد من المهندسين والمقاولين وسمع يعني شرح كبير احنا عملنا ايه وانجزنا ايه وفضلنا ايه وبنشتغل على ايه دلوقتي. مشروع تنموي متكامل، وعدى على محطة تحلية المياه العملاقة في الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم. في طبعا حاجات كتيرة تانية وتفاصيل تانية كتيرة جدا. ده شكل لاندسكيب. احنا لما روح احنا السنة اللي قبل اللي فاتت احنا كنا في منطقة فوق كده برضو عالية، بس الحقيقة انه كان لسه اغلب الشغل ده ما كانش موجود، بس ساعتها اتشرح لنا انه ده اللي هيبقى موجود. وبالتالي النهاردة الصبح الحقيقة واحنا بنتابع وبنشوف بقى اللي انجز بالفعل، يعني حقيقي بجد مجهود جبار هناك. ايه اهمية المشروع ده؟ ايه البعد الاقتصادي ليه؟ توفير عدد فرص العمل اللي موجودة، فكرة الشركات الوطنية اللي بتشتغل تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كل دي نقاط مهمة جدا، خلونا نعرف تفاصيل اكتر مع الدكتور عمرو صدقي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان. دكتور عمرو اهلا بحضرتك يا ست النائب. بيك يا فندم، اهلا وسهلا. رجع تاني الحديث عن هضبة الجلالة موجود على السطح، والحقيقة انه النهاردة لما تابعنا الصور دي لا شفنا حاجات موجودة، شفنا يعني أبنية وحاجات موجودة، شفنا مكتات لشغل بيتم حاليا العمل عليه. حضرتك من الناحية الاقتصادية كيف ترى مشروع هضبة الجلالة؟ طبعا حضرتك كما تعلمي ان منطقه العين السخنه في الفتره الاخيره بدات تلاقي جذب للمستثمرين بشكل كبير، وخصوصا ان منطقه العين السخنه ما هياش بعيده عن العاصمه الاداريه ولا عن المنطقه اللوجستيه في منطقه قناه السويس. الحاجه الثانيه قرب العين السخنه كمنفذ بحري وقربه من العاصمه القاهره، برضو ده ادى ميزه نسبيه لهذه المنطقه، فكان يجب، وهذه المنطقه هي ثلاث الجبال وطبعا على البحر، وكانت غير مستغله الا في بعض المشاريع التنمويه السياحيه البسيطه. كان هناك في رؤيه لكيفيه تعظيم واستغلال هذه المنطقه من حيث الاستثمار بقى الصناعي والسياحي والتجاري وكل وخلق فرص عمل وتشغيل عمالة. وزي ما سيادتك أسردت في حديثك عن هذه المنطقة، يعني زيارة السيد الرئيس لهذه المحطة العملاقة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، ده يدي يعني مؤشر هذه المدينة هتقدر تستوعب حجم من المشاريع قد إيه. طبعا ناهيك يا حضرتك عن ان دي هتبقى مدينه متكامله، زي ما كلنا عارفين ان هيبقى في جامعه هناك، وهذه الجامعه طبعا كان مهم جدا ان الرئيس يتفقد سير العمل فيها. طبعا الرئيس كمان يعني لم يغفل حته الجزء السياحي. هذه المنطقه وفي على فكره استثمار مصري ايطالي في المنطقه اللي هناك، وفعلا انه في مشاريع كمان للسياحه العلاجيه مخطط لها انها تقوم في هذه المنطقه. فهي منطقه حقيقه يعني بغرض تحقيق تنميه شامله في هذا المكان. التنميه الشامله دي يا فندم وفكره توفير فرص العمل، يعني النهارده في كذا مشروع في كذا مكان في مصر، كلها مشاريع برضو فيها شركات وطنية وقطاع خاص داخل فيها بقوة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المشاريع دي هل فيها تنافس أم أنه بتشوف أن فيها تكامل؟ العكس صحيح يا فندم، أنا شايف أن فيها تكامل، لأن احنا دايما بنقول أن مصر بموقعها الفريد عندها تنوع غير طبيعي، سواء من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب. كل مشروع إذا كان في الظاهر فهو يعني متشابه، لكن في باطنه لا هو مختلف، لأنه كل منطقة بيبقى ليها خصائصها. ويمكن تاني هرجع لمشروع الجلالة، وجوده كمنطقة ساحلية وجبلية ده في حد ذاته يديها طابع فريد من نوعه مختلف عن مدن تانية خالص.
انا بشوف ان دي ان شاء الله لما هذه المشاريع تكتمل هتدي نوع من انواع التكامل الغير مسبوق وتنوع غير مسبوق ليس فقط للمستثمرين، ولكن ايضا انا بتكلم يمكن علشان انا من قطاع السياحه، فيمكن كل ده هيصب في مصلحه قطاع السياحه. بشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صدقي، عضو لجنه الشؤون الاقتصاديه بالبرلمان.